بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأكارم أهلا وسهلا فيكم. انتشرت هذه الأيام فيديو بخصوص ورق السلري اللي هو الكرفس، ينحط بالخلاط ومع ماي ويضرب بالخلاط ويتصفى ويشربه مريض السكر، وتقول اللي سوت الفيديو هذا إنه يغنينا عن الأبر وعن الحبوب. جزا الله خير، اجتهدت واجتهادها إن شاء الله تعالى طيب وفي مكانه، وفعلا السلري اللي هو الكرفس ينزل السكر، بس له محاذير. اولا ممكن يسبب اجهاض للمرأة الحامل، بعدين ينزل الضغط، بعدين يزيد السيولة في الدم، يسبب مشاكل في الكلى اذا تعاطيناه بهذه الكميات. وكذلك اللي يسوون عمليات جراحية ياخذون ابر تخدير، مو زين لهم ان يشربونه وقت العملية وقبل العملية وحتى بعد العملية، لانه يثبط الجهاز العصبي عندهم. بس حبيت احذركم، احنا مو كل شيء نسمعه نندفع له. شكرا.